اليوم لو كان نحكو لكم على القصبة، الكل تجي في بالكم ألجي. بصح المعنى تاع القصبة في الأصل كان حاجة واحدة أخرى خلاص، وهي غير البرج ولا القلعة الدفاعية اللي كانت بكري تحمي كل مدينات. في العصور الوسطى الجنود تاع الجيش كانوا يتلموا في القصبة، وين كانوا مخبيين السلاح والمدافع الحربية وحتى الماكلة. كاين قصبات في كل شمال أفريقيا ماشي غير في ألجي. في تونس المعروفين وهما قصبة مهدية وسوسة السياحية، وفي المغرب كاين قصبة الوداية المشهورة بزاف. في الجزائر تاني كانوا عندنا بزاف القصبات، في عنابة، في بجاية، في تلمسان وفي ألجي. بكري المدن كانوا دايما مبنيين قدام وديان، وين ينبت بزاف القصب، إما للناس كانوا يستعملوه باش يخدموا السقف، والطرق كانوا تاني مغطيين بالقصب باش يديروا الظل. ومنها جات كلمة قصبة، على خاطر القصب مواد بناء مستعملة بزاف. وخطرات هاد القصبات الدفاعية كانوا الملوك يصدموهم باش يسكنوا فيهم، كما في تلمسان في قصبة المشوار اللي كانت في الأول قلعة دفاعية، من بعد ولات القصر تاع الملك الأمازيغي يغمراسن الزياني، وكي جا الاستعمار الفرنسي دمر بزاف من القصبات. ولاو القور يمدوا اسم قصبة لكل مدينة قديمة باش يميزوهم من المدن الفرنسية الجديدة، وهكذا ولاو الناس يسميوا كل مدينة قصبة، والقصبة تاع ألجي شهرت بزاف بزينها. وحتى في الصحراء كاين بنايات دفاعية تشبه القصبة يعيطوا لهم قصور، المعروفين فيهم هما القصبة تاع عين صالح ولا تاع المنيعة، بصح كانوا كاينين منهم بزاف بكري. هاد القصبات اللي كانوا يدافعوا علينا ما بقيناش ندافعوا عليهم اليوم، هما اللي كانوا يزينوا البلاد وما بقى قريب منهم والو. ما بقات لا قصبة تاع عنابة ولا تلمسان ولا قسنطينة، وقصبة ألجي قاعدة غير تريب وتطيح. في نفس الوقت جوارينا تاع المغرب وتونس مستحفظين بزاف بالمدن القدم دياولهم، وحنا وعلى هلا. ومن حكاية الزمان أغلى محبة تبقى مكسوبة للقصبة الحبيبة، المعدولة الواقفة المتيولة ماشي الريبة.